قابل. حلمت ببغبغان احوال بيعض في هدهد. ده ايه في الخير؟ ابقى اتغطى كويس وندف على شمالك. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الأنسة شاهناز المهندسة الجديدة ومسؤولة عن إدارة الموقع. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك مستر عمر. تقدر تتكلم يا عادل. بالنسبة لمنتجات مزارعنا في الصعيد ما بقتش منتجاتنا قد طلبات اللي بتطلب مننا. وده يا فندم بسبب قلة مساحة الأرض الصالحة لنظام الزراعة بتاعنا في المناطق المجاورة. طب وده ملوش حل؟ ما نجيب مزارع جديدة. وما أنت بتعمل إيه يا فاروق؟ اعتبره حصل يا مستر عمر. انا عملت سيرش على مزارع جديده وحددت بعض الاماكن اللي ممكن نشتري فيها. امال ايه مشكله مصانعنا الدمياط؟ العمال عاملين اضراب ليه؟ 20% من العمال متامن عليهم صحيا تبع التامين الصحي الحكومي و80% مش متامن عليهم، وهم دول اللي عاملين مشكله. لا مشكله ولا حاجه، امن عليهم تبع مستشفياتنا واعمل لهم خصم 50% على الدواء. ادي الناس تديك. ايوه بس ده هيبقى لود كبير قوي على الشركه. لا ده سوء اداره. لما تبص في مرايتك يا فاروق اول ما تلمح المعايبك واعلن عنه هيبقى 100 ميزة، لكن لو دريته هيبقى 1,000,000 عيب. لو اتعلمت ده هتختصر وقت كتير ويمكن تنجح بسرعة. أنا لسه عند رأيي، ده هيعمل لود على ميزانية شركتنا، وبعدين في الأول في الآخر دول عمال مش عبيد يعني. ده بس عشان لسه ما بصيتش في مرايتك يا فاروق. تأمينك على مين؟ أنا آسف يا مستر عمر. طب أنا بلغني إن مناقصة وزارة الإسكان بتاعت الشباب رست علينا، وزي ما أنا شايف كده إن الشقق نازلة على 43 متر بالظبط يا فندم. والكلام ده مش عاجبني. المساحه تتحول ل 100 متر الا بقى لو خفضناها ونزلناها 30 ونعملها مقابر، وبالمره احجز لكم انتوا اولى. ازاي يا مستر عمر؟ ده تعاقد مع الوزاره ومش هينفع يتغير فيه. مالكش دعوه بالوزاره، انا اتصرف معاها.
اعمل اللي قلت لك عليه وحاول المساحه ال 100 متر مع الحفاظ على الشوارع والمناور. امرك يا مستر عمر. الوزاره مش هتغير التعاقد والميزانيه اللي احنا واخدين المناقصه بناء عليها ما تعملش غير 43 متر. ما تقلقش انا اضرب اللي بعمله. ما بحبش اتكلم في البريك بتاعي. انا اسف يا مستر عمر بس انا باصص لبعيد قوي. باصص لبعيد قوي. طب بصصني بقى المكان اللي انت باصص منه. انا شايف ان القرارات اللي انت خدتها النهارده دي لازم تدرس تاني. وبعدين انا كنت فاكر حاجه تانيه خالص. كنت فاكر ده في عالم الافتراضي البزنس ما فيهوش فاكر، في متاكد، في كان في ايدي. في حاجه يا مستر عمر؟ ابدا. بمسح لوح الازازه اللي ما بيننا على الاقل لو مش سامعني تبقى شايفني. بص يا سيدي، كم دي؟ ست. ده بالنسبه لك، لكن بالنسبه لنا تسعه. وده اكبر دليل اني من مكانك ممكن تشوف الامور كده، لكن مكان الكرسي اللي قدامك ممكن تشوفها بشكل تاني خالص. عايز تقيم اللي قدامك اقعد على الكرسي بتاعه ويتقل، ساعتها هتجاوب على كل اسئلتك من غير ما تسال، من غير فتش، زي كل مجتمعك بقى يفتي في كل حاجة، في سياسة وفي إعلام وفي رياضة، بقى كله بيفهم في كل حاجة، كله بقى رئيس. تشتغل معانا هنا؟ أنا شادي سوبرفايزر. مش سوبرمان يعني؟ لا بس نصير موظفين من هنا. انت كم؟ انا اسف والله يا باشا. شش، تاكل انسجام في الاسانسير يا حيوان. نهار ابيض. هو حضرتك تعرف انسجام يا باشا؟ انسجام شارع المحطه ورئيس من الجيزه، كانت ايام زفت. البيتين بكره على المكتب يا حيوان، اوعى تنسى. بص بقى يا سيادة المدير، القاعة اللي هيكون فيها الوزراء ورجال الأعمال بقى تحت مسؤوليتنا من دلوقتي، ما يخشهاش حتى عامل نظافة. تحت أمرك يا فندم. عايز من سيادتك كشف بأسماء كل النزلاء وجنسياتهم من تاريخ 7/9 لحد 10/9. كشف موجود في الريسبشن. وعايز بقى قهوة بسرعة جدا. تحت أمرك يا ياسر باشا. شكرا يا باشا. اتفضل يا فندم، اتفضل. مش ملاحظة انك بتشربي كتير قوي بقى نهار وليل؟ ما بقتش فارقة، ما هو نهاري زي ليلي. على فكرة الإنسان طاقة، وأنا بقى طاقتي بقت كده ما تعديش فتلة. ابقى بالله. هي إيه؟ الفتلة. واضح الفلوس ما غيرتكيش. بس غيرتك انت. شعر بيض يعني؟ اذا كان الزمن بيغير الحيطان مش هيغير البني ادمين؟ وبعدين لو اتغيرت على الدنيا كلها ما اقدرش اتغير على عشره عمر. ما تستفزنيش يا صابر، انت ما بقتش انت. عشان انت ما بقتيش انت. انا اللي لغيت قلبي ومشيت ورا عقلي وبس؟ انا اللي اهملتك وما بقتش شايفه حاجه قدامي غير البيزنس والمشاريع؟ انا
يا اخي ده انت حتى مش بتعتبرني مشروع من مشاريعك. ده انت الموظفين بتوعك بيتعاملوا بيتكلموا معاك اكتر مني، وانا اللي مساعدك في كل ده. وبعدين قول لي هنا ايه حكايه المره اللي دايره في دينك؟ اوه مره ودينك، رجعتي لاصلك. دي السكرتيره متهيألي احنا مبدرين.